وعبر الشاشات الزرقاء وعبر الأقمار الاصطناعية. هذه اللحظة هو خطابكم التاريخي الذي سيحمل الجديد والمفيد. صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز في خطابه التاريخي في مدينة وادان، أعيروه الأسماع رجاء، فالكلمة سيكون لها ما بعدها إن شاء الله. إذا تحية إجلال وتقدير من هذه الجموع الغفيرة من هذا النقل الحي والمباشر، صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سكان مدينة ودان التاريخية الأعزاء. أيها الحضور الكريم من مختلف الولايات، ضيوفنا الأفاضل، أيها المواطنون، أيتها المواطنات، أود في البداية أن أتوجه بجزيل الشكر إلى سكان ودان الكرام وإلى كل المواطنين الذين توافدوا من مختلف الولايات على الاستقبال الحار الذي خصصوه لنا. كما أهنئكم جميعا وأهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة المولد النبوي الشريف الذي حمل بشرى للعالم أجمع، فكانت رسالة الإسلام الخالدة منعطفا تاريخيا أخرج الإنسانية من الظلمات إلى النور. إن تخليدنا لهذا الحدث العظيم ذكرى مولد الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم وإطلاق فعاليات مهرجان المدن القديمة بهذه المناسبة، يعبر عن تمسك مجتمعنا المسلم بقيمه وتعاليم دينه الحنيف الذي جمع مختلف مكونات شعبنا حول التسامح والتضامن والتصدي للفتن ونبذ الغلو والتطرف. لقد حمل علماؤنا وتجارنا في مدننا التاريخية وخاصة في ودان مدينة العلم والعمل الرسالة السمحة والقيم النبيلة إلى مشارق الأرض ومغاربها، فمن هذه الربوع انطلق الإشعاع الثقافي على أيدي كوكبة من العلماء العاملين الذين عمت شهرتهم الآفاق وأصبحت تآليفهم مراجع للباحثين، وتحقق لهذه المدن التاريخية أن تشكل بعبقرية أهلها مراكز حضارية تخرج العلماء وأقطابا اقتصادية تسير قوافل الخير بين جنوب الصحراء وشمالها. أيها الحضور الكريم، لقد أصبح مهرجان المدن القديمة الذي نفتتح اليوم نسخته السادسة تظاهرة سنوية يتنادى إليها المواطنون من مختلف أرجاء وطننا العزيز لإحياء من درس من تراثنا المجيد وعرض تنوع الغني لثقافتنا وفنوننا والعمل على النهوض بالأنشطة الاقتصادية في مدننا التاريخية التي عانت التهميش وكاد الإهمال يقضي على معالمها. إنها فرصة سانحة لإبراز العبقرية الوطنية من خلال النشاطات المتعددة التي يتبارى فيها
المشاركون من مختلف ولايات بطن، كما ينهض المهرجان بدور كبير في تنشيط الدورة الاقتصادية في المدن القديمة ودعم النشاطات المدرة للدخل وتحفيز السياحة، وهو ما سينعكس إيجابا على ظروف عيش سكان هذه المدن ويسهم في تطوير بنيتها التحتية. أيها الحضور الكريم، إننا حريصون على التمسك بتراثنا والحفاظ على هويتنا، وبهذه المناسبة فإنني أدعو كافة المواطنين إلى التشبث بقيمنا الأصيلة التي جمعت كافة مكونات شعبنا في وحدة قوامها المجد والتآخي، والتصدي بحزم لكل سلوك يتنافى معهما مثل الفساد والتطرف والغلو والفئوية والنعارات الضيقة. وفي الختام أجدد الشكر لسكان مدينة ودان العريقة ولكافة المواطنين من مختلف الولايات الذين هبوا للمشاركة بهذه التظاهرة الوطنية، وأعلن على بركة الله انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان المدن القديمة، متمنيا لها موفور النجاح والتوفيق. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصر.